استجابة يا أمل، تفضلي. إن شاء الله يا رب. أستاذ إياد، أنا حلمت حلم بس مثل كل مرة أحلامي مخربطة. هلا حلمت إنه أنا ببيت خالي، بس ما بعرف مين كان معي، كان معي رجال بس مين هو ما بعرفه. وقال نحن لقينا في مفتاح لخزنة محطوطة ببيت خالي، ودار خالي مخبين فيها شيء، يعني مخبين عن العيلة كلياتها. والمفتاح أنا قال إنه لقيته أنا معي. الخزنة شكلها مثل تبعون الفراعنة تبعون زمان، يعني إلها رموز نعم وإلها أرقام لتفتح الخزنة. والخزنة قال مخبيتها أنا بالبيجامة تبعيتي. إجت بنت خالي سألتني وين المفتاح، يعني أنت عم بتنطفي هون، في بقيت شيء هون؟ قلت لها لا ما لقيت، خوفا من إنه تعرف إنه المفتاح معي ياخذوه مني، لأنه نحن بنعرف شو السر اللي مخبينه عن العيلة كلياتها بقلب على فكرة صوتك مش واضح يا أمل، الخزنة. أمل مش واضح صوتك. أمل بسألك سؤال واحد بس، خالك بينك وبينهم مشاكل؟ تفضل. لا خالي متوفي، خالي وبيته متوفي من وأهله وأنا صغيرة. قاطعتيهم أهله ولا مش لا قاطعتيهم؟ لا أبدا، أمورك طيبة معهم؟ أبدا أبدا، ما في مشاكل بينهم. لا أه بس طيبة في جدا، أمور مخبينها عن الناس، هم في أمور مخبينها عن الناس و الله أعلم. لا في، ما هو شوفي خزنة ومفتاح، يعني ما مش هجيب شيء من جيبتي يا أمل. خزنة ومفتاح، خزنة أمور مخبأة ومخبأة بشكل جيد، الله أعلم ما هي. والمفتاح أنت عندك كان مفتاح في الحلم ولا ما عندك المفتاح؟ ايه معي 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 انا. طيب عندهم أشياء مشاكل الظاهر أو أمور مخبأة ما يبغوا حد يشارككم فيها، ولكن عندك الحل، أنت عندك حلول مفيدة وعندك أمور تعينهم على تجاوز تلك المشكلة إذا وجدت الآن أو إذا وجدت في المستقبل. أما الصوت مش واضح يا أمل، حاصل فينا مرة ثانية، من الصوت واضح من التلفون أوضح، بارك الله فيك.